مرحبا بمتتبعي قناة أم المواهب، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال، وأشكركم على التعليقات الجميلة والمحفزة التي تجعلني أبذل قصارى جهدي لاختيار ما يعجبكم. اليوم اخترت لكم قصة قصيرة لأنها غالبا ما تخفي وراءها دروسا وعبر تكون ذات تأثير كبير على القارئ، وأتمنى أن تنال إعجابكم وأن أجد جواباً لسؤالي هذا. أيها المستمع، هل تزال تعتقد أن القصة القصيرة للأطفال فقط؟ في أحد الأيام شكت طفلة لوالدها ما تعانيه من مشقات الحياة. أخبرته أنها تعيش حياة تعيسة ولا تعلم كيف تتجاوز كل المصاعب التي تواجهها، فما إن تتغلب على مشكلة ما حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكبر وأقصى. كان والدها طاهيا بارعا، انعقد لسانه حينها. بدلا من ذلك طلب منها مرافقته إلى المطبخ، وهناك أحضر 3 أوعية ملأها بالماء ووضعها على النار، وبمجرد أن بدأت بالغليان وضع حبات من البطاطس في الوعاء الأول، حبات من البيض في الوعاء الثاني، وحفنة من حبيبات القهوة في الوعاء الثالث، وتركها تغلي دون أن يقول شيئا. أصاب الطفلة الملل وبدأ صبرها ينفد، وراحت تتساءل عما يفعله والدها. وبعد 20 دقيقة أطفأ الأب الطيب النار وأخرج البطاطس والبيض والقهوة ووضع كل منها في وعاء زجاجي شفاف. بطاطس وبيض وقهوة؟ أجابت مستغربة. ألقي نظرة أدق، قال الأب، والمسي حبات البطاطس. وكذلك فعلت الطفلة، فلاحظت أنها قد أصبحت طرية، ثم طلب منها أن تكسر حبة البيض، فلاحظت أن البيض قد أصبح أقسى، وأخيرا طلب منها ارتشاف القهوة، واكتشفت أنها لذيذة، ورسمت على محياها ابتسامة خفيفة. أبي، ماذا يعني كل هذا؟ سألت الصغيرة في عجب. وهنا شرح الأب قائلا، كل من البطاطس والبيض والقهوة واجهت نفس الظروف، الماء المغلي الساخن، لكن كل منها أظهرت رد فعل مختلف. فالبطاطس التي كانت تبدو قاسية قوية أصبحت طرية ضعيفة، والبيض ذات القشرة الهشة تحول السائل فيها إلى صلب. أما القهوة فكانت ردة فعلها فريدة، لقد تغير لون الماء ونكهته وأدت إلى خلق شيء جديد تماما. صمت الأب قليلا ثم واصل، أيهم أنت؟ عندما تواجهك ظروف الحياة الصعبة كيف تستجيبين لها؟ هل تبدين ردة فعل كالبطاطس، كالبيض، أم كالقهوة؟ انتهت الحكاية. أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه العبرة، لأن في حياتنا تحدث الكثير من الأمور وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث المؤلمة، لكن لا يهم منها شيء، فالمهم حقا هو كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب.
هل تحطمنا وتجعلنا ضعفاء كالبطاطس؟ أم أنها تحولنا إلى أشخاص قسات من الداخل كما هو الحال مع البيض؟ أم أننا نتعلم منها ونستغلها في تغيير العالم من حولنا وخلق شيء إيجابي جديد؟ دمتم في رعاية الرحمن.